أكو بعض الوزراء كانوا يستشيروني يقولوا لي شو رأيك بفلان بفلان في وزارة النقل. نعم. فأني مثلا أقول هذا نزيه، هذا كفو، وهذا هذا فاسد، هذا يعني ما يفتهم. أشوف وراء فترة اللي أقلهم عليه نزيه يستبعدونه، واللي أقلهم عليه فاسد يقربونه. فلذلك ظليت ما أنطي استشارة. اللي يسألني يقول لي هذا كفو، لو مو كفو أجاوبه. اللي يقول لي نزيه مو نزيه ما أجاوبه، لأنه أنت جاي تعلمهم وتدليهم من هو النزيه ومن هو المنزيه. فلذلك صارت القضية معكوسة. أي صارت القضية معكوسة، وهو هذا سر الفشل. لأن الأحزاب اتخذت من الوزارة دكان لتمويلها، وهذا هو سبب الفشل. يعني أنت لو كان شوف، مع العلم هذا التفكير مع احترامي غبي للمشاهد، أنا أعتذر. ليش؟ لأن لو كان زعيم الحزب جايب الوزير لأجل أن يقدم خدمة ويعكس سمعة جيدة، كان كسب شعبيا، ويمكن كان يقدر يشكل حكومة بالمرحلة القادمة بأنه أنطى وزير كفو ونزيه.